أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بيت العيلة. ضيفنا النهاردة شاعر موهوب، اشتغل على نفسه كتير علشان يظهر موهبته ويخرجها للنور، ورغم أن المنافسة قوية جدا لأن بلدنا طبعا دايما ولادة، إلا أنه قدر يتميز ويكون ليه بصمته الخاصة في مجال الشعر. ضيفنا النهاردة من أبناء محافظة كفر الشيخ، معنا ومعاكم النهاردة رزق راشد. أهلا يا رزق. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. في البداية كده يا رزق، أحب أعرف منك إزاي اكتشفت أن أنت عندك موهبة الشعر؟ يعني هل ده أنت اكتشفته في نفسك، بدأت تلاحظ الموضوع دوت، ولا حد بدأ يلاحظ فبدأ يقول لك أن أنت عندك الموهبة ديت، ابدأ اتحرك؟ والله هو في البداية أنا يعني الموضوع أنا اكتشفته بنفسي مع نفسي كده من الطفولة بقى، من صغر سني وكده، أن أنا لقيت نفسي بحب أن أنا أكتب وأمل الكتابة، ويعني دايما بحب أمسك ورقة وقلم وسجل اي حاجه يعني بتمر بيا، سواء مثلا لحظه فرح لحظه حزن، دايما كنت بحب ان انا اكتب واميل للورقه والقلم. فبدات الموهبه عندي تنمو مع الايام ومع الوقت. يعني انا الموهبه من وانت صغير، بتهيألي بقى انت كنت شاطر في العربي وكنت بتجيب درجات كويسه جدا في التعبير. الحمد لله كان تمام. طيب تفتكر اول قصيده خالص كتبتها، ويا ترى بقى القصيده دي كان ليها تجربه معاك شخصيه، ولا كانت مجرد فكره جات لك وبدات تترجمها عن طريق الكتابه على الورق؟ والله حضرتك انا دايما بكتب للمواقف اللي بتمر بيها يعني في الحياه، يعني دايما بحب اعبر عن اي حاجه بحس بيها، اي لحظه بتمر بيها امر بيها دايما بحب ادونها واسجلها. فانا تقريبا افتكر اول قصيده كتبتها يعني كانت لوالدتي، ربنا يديلها الصحه، ست الحبايب. كانت ده حاجه جميله، يعني ده نوع من الشكر والتقدير والعرفان ان انت تبدا اول قصيده لوالدتك. طب يا ريت تسمعنا كده حاجه. والله هي حاجه طبعا في البدايه خالص، في بدايه ما كتبت يعني طبعا المعاني قليله طبعا وبسيطه، لكن انا بحبها لاني من اول ما كتبت. هو دايما اول حاجه الشخص بيبدا بيها بتبقى عزيز عليه، حتى لو بعد كده بدا يطور من نفسه، بدا يكتب بشكل اقوى وبشكل احسن، بدا ان هو يتدارك الاخطاء بتاعته، لكن اول حاجه بتبقى ليها بصمه خاصه، بيبقى ليها تاثير خاص كده عند الشخص. اكيد طبعا. سمعنا بقى جزء من القصيده، وهي تبقى هديه لمامتك بمناسبه العيد. طبعا كل سنه وهي طيبه وربنا يديها الصحه، كل سنه وكل الامهات بخير. اللهم امين يا رب، ويديم عليها نعمة الصحة والعافية. أمين. طبعا كنت كاتبها في عيد الأم، فأنا بقولت لها يعني القصيدة دي كهدية مني ليها، بقول لها النهاردة يا أمي بيقولوا عيد، وإزاي يا أمي عيدك يبقى يوم وحيد، وش معنى يوم 21 مارس بالتحديد، وإزاي أصلا يكون ليك عيد، ما تسمعيش يا أمي منه، سيبك يا حبيبتي منه، دول عالم قلوبهم حديد، وإزاي يا أمي أزورك وعيد عليكي وإنت ساكنة جوا قلبي في الركن الهادي البعيد، وإنت يا أمي حتة مني وعمرك في يوم ما غبت عني، وحبك بيسري في دمي وبيجري في شرياني الوريد، إنت العيد وإنت العيدية، إنت الفرحة وأجمل هدية، إنت روحي ونور عينيا، إنت كل الدنيا دية، وانت حبي الوحيد، تضحكت عينيك وضيها تساوي كنوز الدنيا وفرحها، وكلمة يا أمي لوحدها تساوي والله ألف عيد، ومفيش هدية تليق بيكي غير روحي أقدمها ليكي وارميها رخيصة تحت رجليكي، بس يا ربي ترضيكي وربي مني يقبلها وتشفع لي يوم الوعيد، بلف الدنيا وسافر وطير في بلادي وهاجر، واتبهدل كتير وعافر، وببركة دعاكي ربي بيفتح لي قلوب العبيد، ومهما لف العالم برجع واحتمي بحماكي، مش عاوز من الدنيا غير رضاكي. جميلة جدا، يعني عايزة أقول لك إنها هايلة، يعني أكيد رد فعل مامتك كان مختلف عن أي هدية جات لها، وأكيد كانت مبسوطة بها جدا. أكيد طبعا. طب بما إنك بقى طبعا خدت تجربة الشعر وكتبت أكتر من قصيدة، فعايزة أعرف منك هل الشعر موهبة ولا اكتساب؟ يعني ممكن شخص ما يبقاش عنده موهبة الشعر
والله حضرتك انا شايف ان انا اعتقد ان الشعر موهبة. طيب دلوقتي بقى ان شاء الله يعني هناخد الاجابه بعد الفاصل. تمام. بقى يعني هل هي موهبة ولا ممكن نكتسبها لو قرينا كتير لشعراء، استمعنا كتير؟ الموضوع يعني ايه بالظبط؟ بما انك خدت التجربة دي فأكيد هيبقى ليك وجهة نظر في الموضوع. أكيد طبعا. هو أنا حضرتك أعتقد إن هي لازم يكون في موهبة. يعني أنا ما أظنش إن حد ما يكونش عنده الموهبة يقدر يكتب أو يوصل لحد موهوب. وده طبعا لازم الموهوب برضه لازم ينمي يعني خبراته وقدراته من خلال بقى السماع والقراءه للشعراء اللي هم الاكبر منه واللي سبقوه قبل كده، عشان ينمي موهبته وتبقى برضه عنده الموهبه يعني بخلاف ما كان بادئ في البدايه. يعني هو الموضوع مرتبط ببعضه لكن الاساس هي الموهبه. اكيد طبعا لازم يكون في البدايه عنده الموهبه اللي تاهله ان هو يمسك ورقه وقلم ويبدا يكتب ويعبر عن الاحساس والمشاعر اللي جواه. طب هل الشاعر دايما لازم يمر بتجربة معينة يتأثر بيها علشان يقدر يكتب قصيدة، ولا ممكن تبقى تجربة لناس حواليه مش شرط يكون ليه هو شخصية، ممكن تكون فكرة جت في دماغه بدأ ان هو يترجمها ويكتب بيها قصيدة؟ يعني الموضوع بيبقى ازاي بالظبط؟ انت بالنسبة لك لما بتيجي تكتب قصيدة ممكن يكون في موقف معين مريت بيه اتأثرت فكتبت حاجة زي كده؟ طبيعي. أنا طبعا في يعني في 90% من كتاباتي أو تقريبا 100% من كتاباتي بكتب على المواقف اللي بتمر بيها في الحياة، اللي أنا بعيشها وبحسها وبتكون موجودة معايا في الواقع. غالبا ما بيمر عليا موقف، سواء كان مثلا موقف يعني فرح أو موقف حزن، دايما ألجأ للورقة والقلم. أحب دايما أعبر عن الإحساس اللي أنا حسيت بيه ومريت بيه في الواقع. يعني أنا يعني كتير مش بعرف أتخيل مواقف ما حصلتش أو مثلا أبتكر مثلا أحداث، لأ أنا دايما بكتب على اللي أنا حاسه، اللي أنا مريت بيه واللي شفته في حياتي وفي الواقع. يعني أنا بيتهيألي كده يعني الموضوع بيبقى أقوى والأحاسيس والمشاعر بتبقى أصدق إن أنت عشت التجربة وبدأت إن أنت تعبر عنها عن طريق كتاباتك. تمام. فبيتهيألي كده إن الورقة والقلم هم أقرب أصدقاء ليك. طبعاً ملازميني دايماً 24 ساعة طول الوقت، ورقتي وقلمي معايا على طول. طيب أكتر تجربة عشتها ومرت بيك وتأثرت بيها جداً وكتبت فيها مثلاً قصيدة حسيت إنها قصيدة قوية أو مست قلبك؟ والله أنا كنت مريت بظرف معين لوفاة صديق عزيز علي كان مقرب جدا إلى قلبي. توفى في ظروف يعني شبه الخيال، سبحان الله قدر ربنا. طبعا فوجئت كده بوفاته يعني، فأثر فيها جامد، فكتبت بقى فيه بعض الكلمات كده. طب ممكن تسمعنا جزء منها؟ سامع صوت ناس بتنادي وإنه بجد خلاص بقى عادي، موت الفجأة في كل مكان يخطف غاليين من قلب فؤادي، لما النعي قال صاحبك مات والدفنة معادها بعد ساعات، قوم يلا بسرعة توضأ أوام واحضر غسل ودانتو اخوات، تعال وشوف الضحكة في وشه طير ومسافر سايب عشه، أهله بيبكوا عليه من الحسرة، أمه بجد خلاص بتموت، كان وسطيهم زي امبارح عايش راضي وقلبه مسامح، طيبة قلبه تكفي الكون والخير في إيديه دايما طارح، لابس دبلة وبدلة شياكة فرحة عمره لايقة عليه، بس عيون الناس فتاكة شافوه حسدوه ولا سموا عليه، رد يا صاحبي عليا وقولي ان دموع الناس كدابه وان انا بحلم انك مت وان كابوس الفرقه سحابه، فين وعدك ليا زمان ابدا ما تفرقنا الايام، تفضل جنبي في كل مكان، ليه دلوقتي مش بترد باي كلام، ليه دلوقتي مش بترد بأي كلام، هو صحيح إنك مش سامع وإنك رايح كده مش راجع،
وإن الدنيا خلاص اسودت، وإني هعيش بعدك في مواجع. حصلت عمري في كل أصحابي ماتوا في لحظة، سكن القبر سابني لوحدي أسير لعذابي. سابني في دنيا عايزة الصبر، جايلك بكرة يا صاحبي أكيد. تحت العرش في ظل مديد، ده المتحبين في الله ربي وعدهم، يجعل أرض المحشر ليهم عيد. كلمات رائعة طبعا في رساء صديقك، فأكيد طبعا الموقف أثر فيك، ما عدش بالسهل، بس بتهيألي الكتابة بتفرغ. يعني دايما لما بيبقى الواحد متضايق ويقعد يكتب اللي جواه، الموضوع ده بيفرق، بياخد كل الشحنه والطاقه السلبيه وكل المشاعر والاحاسيس الحزن اللي متملكه من البني ادم. ممكن تكون مش بتغطيها او بتشيلها بنسبه 100%، لكن بتساعدك ان انت تحاول تخرج من الازمه اللي مريت بيها. اكيد طبعا. طيب أي موهبة في الدنيا بتبقى محتاجة لتدعيم وتشجيع، بتبقى محتاجة حد يقف جنبها يساندها. تفتكر بقى مين أكتر شخص أو مجموعة الأشخاص اللي سدتك ودعمتك وبدأت تقولك لا الموهبة بتاعتك دي قوية، أنت لازم تتحرك، أنت لازم تعمل حاجة، ممكن بقى تقول لنا؟ هو طبيعي طبعا أي موهبة بتحتاج لدعم، يعني بدون الدعم اكيد الموهبه يعني ممكن ما تخرجش كده للنور او ما حدش يشوفها، يعني ما تبقاش متشافه وكده. وانا طبعا كان دايما اللي كان بيدعمني في الرحله وانا يعني في وقت الكتابه وكده كان دايما اصدقائي المقربين الي، كانوا دايما اول ما بكتب مثلا حاجه معينه وبعرضها عليهم او يسمعوها او بيقراوها وكده، كانوا دايما يشجعوني ويقولوا لي دايما اكتب واظهر وحاول تنمي موهبتك وحاول تكون موجود مع الناس، وانت فعلا هتكون يعني فعال في المجتمع وكده. فكنت بسمع بنصايحهم وكنت بستجيب لهم دايما يعني. طب ده شيء جميل جدا ان يبقى اصحابك واصدقائك بيبداوا ان هم يشجعوك ويدعموك. الموضوع لما بيجي كمان من اشخاص قريبه بيبقى ليه تاثير ووقع قوي جدا على الشخص. طب اكيد طبعا زي ما في حد بيجي ينقدك بشكل سلبي او بينقدك نقد هدام ويقول لك ايه ده اللي انت بتكتبه ده، لا ده الحاجات ديت يعني لا اعدل الحته دي، ويتكلم بطريقه ممكن تكون ما تعجبكش. في شخص غيره ممكن ينقدك نقد بناء، اللي هو يبدا يقول لك بص الحته دي عايزه تتعدل، ممكن الكلمه دي كانت محتاجه تبقى فوق، او مثلا مكانها هنا مش مظبوط. مين الاشخاص برضو اللي ساعدوك ووقفوا جنبك وبدأوا ان هم يقولوا لك نقد بناء يساعدك في ان انت تحاول تطور من نفسك، تطور من اسلوب كتابتك، تبدا تطلع اكتر؟ تمام. هو حضرتك فعلا ده كلام حضرتك كله منطقي وفعلا حقيقي وموجود، وانا دايما بحب النقد، دايما بستجيب دايما لاي حد يقول لي مثلا عدل من الكتابه، ارتقي بمستواك، حاول تجيب معنى افضل. دايما انا بحب دايما اللي هو بينتقد كلماتي. تمام. وطبعا موجود كتير. انا طبعا لما اول ما بدات اكتب انا رحت اتقدمت لقصر الثقافه عندنا في المحافظه، ورحت نادي الادب عندنا وعرضت كتاباتي على الناس اللي هم اللي بيكتبوا قبليها بكتير ومجموعه شعراء، فطبعا بداوا ينصحوني وبدات اخذ بالنصائح اللي هم قدموها لي، وان شاء الله باذن الله احاول اطور من نفسي ومن مستواي في الايام اللي جايه والفتره اللي جايه ان شاء الله، ويكون اللي جاي افضل بمشيئه الله. طب هل في كلمه او حاجه معينه اتقالت لك من خلال النقد البناء يعني فضلت ملازماك طول الوقت، يعني حد قال لك كلمه التاثير بتاعها مش قادر يسيبك، اللي هو معاك طول الوقت بتحاول تطور من نفسك علشان الحاجه اللي هو قالها لك، في حاجه كده مرت عليك اثرت فيك قوي كده ولا؟ اكيد طبعا كان بعض الاشخاص يعني المقربين الي، كنت انا عرضت عليهم بعض الكتابات وكده، فقال لي ان انت مستواك اللي جاي هيكون افضل، انت حاول يعني قدر المستطاع تفرغ وحاول تبذل وقتك ومجهودك انك تطور من نفسك عشان يعني توصل موهبتك للناس. وانا بدات استجيب لكلامه ويعني بدات ان انا يعني انفذ ما يعني كل النصائح اللي انا بستجيب بتتقال لي، وان شاء الله ربنا يعني يكون اللي جاي افضل ان شاء الله. ان شاء الله اللي جاي افضل. طب انا عايزه اعرف دلوقتي في حاجه معينه بتاثر في كتابتك للقصيده، يعني هل الموضوع مرتبط معاك بانك تقعد في مكان معين، يبقى في مثلا ركن كده خاص بيك دوت بيخليك يحصل عمليه عصف ذهني، الكلمات بتبدا بقى تسترسل وتقدر ان انت تكتب بشكل اسهل،
هل الموضوع مرتبط معاك بحاجة زي كده ولا عادي مفيش مشاكل بتكتب في أي وقت وأي زمان وأي مكان؟ وحضرتك أهم عامل عندي إن الموقف يكون مؤثر في أنا شخصيا، إن أنا أبدأ أتأثر بالموقف نفسه. أول ما أتأثر بالموقف نفسه كده طبيعي بلاقي نفسي أوريدي كده عايز أمسك الورقة والقلم، خاصة بقى صدفة بقى ظروف بقى فراغ، صدفة يعني مشغول، خلاص إن أنا هكتب إن شاء الله هكتب، ببدأ أكتب حتى لو مشغول، حتى لو مش فاضي، حتى لو في زحمة معايا ناس، ببدأ أسجل وأترجم اللي أنا حسيته في ورقة وقلم. طب أنا دلوقتي بداية القصيدة ممكن تكون سهلة، يعني في إن تجربة بتعيشها فبتبدأ إن أنت تكتب عنها، إن أنت تكمل بقى القصيدة وتنهيها، هل الموضوع برضو بيبقى سهل زي البداية ولا بيبقى أصعب ولا الاتنين في نفس المستوى والدرجة؟ لا أنا بالنسبة لي يعني بداية القصيدة بتكون أصعب من نهايتها، يعني أول الكلمات واللي أنا هكتب بيها وأول ما القلم هيخط بتبقى أصعب حاجة بالنسبة لي، انما بالنسبه للنهايه لانها بتبقى سهله جدا بقدر انهي القصيده في اي وقت، لكن اهم مرحله عندي ان انا ابدا اشوف ان هكتب بالعاميه، هكتب بالفصحى، هكتب على القافيه مثلا معينه، ده بياخد مني وقت ومجهود. بعد كده قفله القصيده ونهايه القصيده بتبقى سهله جدا بالنسبه لي، بقدر ان انا انهيها في اي وقت. طب يا ريت تسمعنا قصيده تانيه، جزء كده من القصيده يعني. عندي موجود برضو حاجة تانية لكن لو عندك حاجة، يعني بما أننا دلوقتي في ظل أزمة كورونا والموضوع مأثر على الناس كلها، فلو يعني بما أنك بتتأثر بالأحداث وبتكتب دايما بناء على تجارب بتعدي عليك، فمفيش بتهيألي أقوى من دي تجربة تكتب فيها. والله أنا في أول أزمة كورونا كنت أنا كتبت قصيدة معينة، مفيش معنى أن أقولها دلوقتي، يعني بقول أذن المؤذن ورفع الأذان وجهر بصوته وأسمع الآذان وقال صلوا في رحالكم ودياركم فقطع قلوبنا وهزنا وأبكانا صلاتنا في رحالنا نصليها إذا وقع الوباء بأرضنا وسمانا الأرض في الكرب مسجدا وطهورا والكرب في الأرض قدرا وميزانا كل بقدر الله يجري وقدرته ولولا إرادة الله ما جرى وما كان طار الناس من خوف ومن فزع لما رأوا ما جرى في الصين وإيران فيروس خفي يخفى على الناظرين دوخ العالم وزلزل الأوطان فيروس كورونا تحصنا بالله من شره ومن كل طاعون يبدد الأبدان زاد الخطب واشتدت خطورته وانقلب المزاح أتراحا وأحزانا في البر والبحر والجو يحاصرنا والطب في أعماق البحث حيرانا ولست أدري أي دواء يداوينا إذا كان رب العرش غضبانا توبوا إلى الله يا عباد الله واعتبروا عودوا إلى الله جماعات ووحدانا فإن أبيتم واعتديتم فارتقبوا خسفا ومسخا وذلا وخذلانا وإن رجعتم واعترفتم واهتديتم فرب العرش رحيم ورحمانا. كلمة جميلة جدا، ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء بإذن الله. اللهم آمين. اللهم آمين. طيب دلوقتي أنا عايزة أعرف، أكيد طبعا في شعراء معينين أثروا فيك، أثروا في كتاباتك، بتحب تقرأ لهم بشكل مستمر، يعني دايما رغم أن احنا ممكن يكون لنا أكتر من شاعر بنسمعه، يعني بالنسبة ليك طبعا كشاعر موهوب، بيبقى في حد كده ليه حتة مكانة في قلبك بيأثر فيك قوي يعني؟ أكيد طبعا، وأنا طبعا أستاذنا أمير الشعراء أحمد شوقي وكتير ما بيستهويني الشعر الجاهلي، أنا كتير جدا بحب أقرأ في الشعر الجاهلي، يعني بيستوقفني كتير المعاني والكلمات وطبيعة الحياة وبكتشف من خلالها حياة الإنسان العربي في وقتها يعني.
وطبعا يعني كثير من الشعراء طبعا انا لا اذكر يعني اسمائهم الان، لكن يعني دومة اللي حاضرني حاليا يعني. طبعا الحلقة كانت ممتعة جدا وأنا اتبسطت إن أنا كنت معاك، ويا رب تكون حلقة كده خفيفة وتكون حلقة مميزة، وإن شاء الله نستضيفك مرة تانية تكون ليك دواوين وقصائد أكتر من كده، وتكون في مكان تاني يعني إن شاء الله يعني، وتبقى لينا الشرف إن إحنا أول ناس استضفناك إن شاء الله. وشكرا لحضرتك جدا. العفو. ودلوقتي وصلنا لنهاية برنامجنا، يا رب يكون برنامج خفيف عليكم، يا رب يكون النهاردة كانت حلقة مميزة ومختلفة مع ضيفنا الشاعر الموهوب رزق راشد. شكرا.